تحت شعار من أجل السلام والتنمية وبالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف وأيضا المراكز العلمية وبمبادرة من منظمة اليونسكو العالمية تحتفل المتاحف والمراكز العلمية حول العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية. يشارك أيضا فريق مشكات بتنظيم الاحتفالية للمرة الرابعة باليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية. للتعرف أكثر مشاهدينا عن فريق مشكات التفاعلي وما الذي ستقدمه في اليوم العالمي للمتاحف، تنضم معنا في الاستوديو الأستاذة عبير الرشيدي منسق علاقات عامة في معرض مشكات التفاعلي وممثل اتصالات لاحتفالية اليوم العالمي للمتاحف. أهلا وسهلا فيك عبير. حياك الله عبير. حياك الله. الله يحييكم. نورت الاستوديو. النور فيكم. تسلمين. في البداية أبغى أعرف كذا نبدأ عن فريق مشكات التفاعلي وليش اخترتوا هذا الاسم بالذات؟ طيب احنا فريق معرض مشكات التفاعل عبارة عن تقريبا 40 شخص من شباب وشابات سعوديين تندرج يتوزعوا على عدة ادارات. ايوه، كل ادارة مختصة في مجال معين. يعني مثلا عندنا فريق الارشاد العلمي مختص في تجربة الزائر، عندنا فريق البرامج وتطوير المحتوى مختص ومهتم في تطوير المعلومات بشكل دائم وتطوير البرامج اللي تقدم للزوار، بالإضافة إلى فريق الخدمات المساندة. الفريق هذا مختص في تلبية احتياجات الزائر أثناء الزيارة وتوجيهه للبرامج المخصصة له. جميل. طيب اليوم العالمي للمتاحف وأيضا المراكز العلمية، مشاركتكم في هذا اليوم وتحدث عن شعار من أجل السلام والتنمية، كيف استعديتم؟ ماذا ستقدمون أيضا؟ اليوم هو نحتفل للمرة الرابعة في اليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية. طبعا احنا نحقق 8 أهداف الحمد لله من أصل 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة مبادرة منظمة اليونسكو. اليوم احنا راح نستقبل الزوار في مقرنا معرض مشكات التفاعلي اللي هو في شارع لي العام، راح نقدم لهم عدد من العروض العلمية وورش العمل اللي مهتمة في مجال الطاقة المستدامة تماشيا مع رؤية 2030. رائع. طيب كيف جتكم الفكرة بأنكم تقومون مثل هذا الفريق، فريق مشكات التفاعلي؟ يعني وش اللي خلاكم انه تصيرون يعني تأسسون هذه الفكرة وهذه المجموعة؟ تمام. معرض مشكات التفاعل انشأ بعد انشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. نعم. في 2010 بعد ما انشأ قررت المدينة انها تسوي شيء مجتمعي توعوي في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، خصوصا هذاك الوقت كان الأشياء المجتمعية في هذا المجال قليلة. فعلى هذا الأساس بنيت فكرة بناء معرض علمي تفاعلي. جميل. تحت مسمى معرض مشكات التفاعلي. طيب خذينا في تجربة كذا نتخيلها عن المعرض، كيف سيكون؟ ايش هي الأشكال اللي بيطرح فيها هذه الصور العلمية لطبعا الطاقة المتجددة؟ كيف بتوصلونها للناس، للجمهور؟ كيف بتوصلونها بطريقة ممتعة الناس بتحب انها تزور المعرض؟ بالضبط. احنا طبعا معرضنا مكون من عدة معروضات علمية تفاعلية يقدر الزائر بنفسه هو يجربها، بالإضافة إلى عندنا الفريق الإرشاد هو راح يكون مساند مع الزائر. راح نقدم عدد من الأفلام تقدم في صالة العرض عندنا مخصصة لمشكات، وعدد من ورش العمل والعروض العلمية مخصصة لكل فئة عمرية بحيث ان احنا نقدر نبسط لهم مفهوم الطاقة المستدامة والطاقة الذرية. يعني ما شاء الله مجموعة، يعني فريق متكون الى برضو مجموعات جوا الفريق نفسه وبرضو متكون الى ادارات، وكل ادارة لها مهامها ولها اهدافها ولها دورها اكيد ما في شك. لكن ابغى اعرف لما يكون في كذا تشعب في الفريق، يعني ما شاء الله يعني لا مركزية يعني زي ما يقولون في علم الادارة، كيف يتم التنسيق ما بينكم على اساس انكم تحققون هدف مشترك؟ احنا طبعا هدفنا واحد اللي هو تحفيز النشأ بحيث انه يكون الجيل القادم رواد طاقة المستقبل. كل ادارة مهتمة في مهامها. بالاضافة لاحنا يعني فريق متعاون جدا، بحيث انه مثلا فريق الاتصالات والعلاقات التعليمية هو مهتم في انه
يوصل الجمهور بمعرض مشكات التفاعل، بحيث أنه حتى التغذية الراجعة بعد الزيارة المدرسية أو بعد الزيارة أنه يوصلها، بحيث أن احنا نشوف احتياجات الزائر إيش. جميل. كذا يعني نقدر يعني اهتمام ما شاء الله عبد الله من أول يعني من A to Z. رائع. يعني احنا نتحدث عن حضور مفتوح وحضور ايضا بالتنسيق مع الجهات المتعلقه بالتعليم، المدارس وكذا، بتكون زيارات. صحيح. احنا اصلا احدى اهدافنا الاساسيه اللي هي زياره المجموعات الطلابيه لمعرض مشكات التفاعلي. كنا قبل ازمه كورونا نستقبل ما يقارب من 400 الى 500 طالب وطالبه خلال يعني كل يوم خلال العام الدراسي، كل أسبوع مرحلة، بحيث أن احنا نقدر نقدم لهم العروض والورش على حسب هذه الفئة. وبعدين اتجهنا إلى برنامج مساءات مشكات. مساءات مشكات هو سلسلة من الفعاليات اللي تقدم للعوائل، بحيث أنه الهدف من هذا البرنامج تنمية يعني توعية المجتمع عن الطاقة المستدامة تماشيا مع الرؤية. جميل جدا. استاذه عبيره الرشيدي، منسق علاقات عامه في معرض مشكات التفاعل وممثل اتصالات لاحتفاليه اليوم العالمي للمتاحف، شكرا لك. شكرا على قبول الدعوه. نورتينا. شكرا.